السلام عليكم، مرحبا بكم معي من جديد وفيديو جديد. وصفتنا اليوم عبارة عن كرعين بالحمص والزبيب. هاد المرة ماشي أنا اللي غنطيب، غادي طيب الوالدة ديالي. بالنسبة للكرعين أنا صراحة عمرني طيبتهم، فيما كانت شها هما اللي كتصيبهم لينا. نتمنى تعجبكم وصفة اليوم، تبعوا الفيديو للآخر وفرجة ممتعة. ونبداو على بركة الله. هنايا أنا فقت مع التمنية ولقيت الحادقة بدات فيهم، ما تسنتنيش حتى نفيق. هنا من بعد ما نقاتهم وغسلتهم درت معهم كاس عنبة ديال زيت الزيتون والملحة، ودرت ربعة ديال الفصوص ديال الثوم. وهنايا كتبدا تضيف في التوابل، درت جوج معالق صغار ونص ديال التحميرة، جوج معالق صغار عامرين ديال سكنجبير. هنايا يعني غادي دير جوج معالق تقريبا ونص ديال الخرقوم البلدي او الكركم، جوج معالق ديال القزبر يابس، ونص معلقه ديال البزار. بالنسبه للثومه ماما كترميها هكا، كترميها صينه لان الكرعين كيدوزوا مده طويله في الطياب. هاد الثومه ما غاديش تبقى صينه، غادي تلقاوها دابت. حتى البصله حتى هي كنقطعوها بالطريقه اللي بغيتو، يعني ما كتبقاش حتى البصله كتذوب. هنايا بالنسبه للكميه اللي استعملنا، درنا 3 ديال الكرعين، درت معاهم تقريبا 4 ديال البصلات اللي متوسطين. هنايا حولنا الكرعين من طنجره صغيره لطنجره كبيره. بالنسبه للعطريه باقي ما ضفتش الكمون، هي كتفضل تضيف الكمون يكون جديد يعني مطحون جديد. غادي تضيف تقريبا 3 ديال المعالق او 2 معالق ونص، 2 معالق صغار ونص ديال الكمون. من بعد ما كتضيف العطريه كاملها كدير الماء كيغلي، كتغطي الكرعين بالماء اللي كيكون طايب اللي كيكون مغلي، وكتخليهم يطيبوا تقريبا لمدة ساعتين. هنايا كان 9 ديال الصباح، غادي نخلو الطنجره كطيب حتى ل 11 عاد باش غادي نضيفوا ليها الحمص. كما غتشوفوا معايا عندي الزبيب وعندي الحمص والمعدنوس اللي كيكون كتقطعو حتى هو، باقي ما ضفت المعدنوس. من بعد ما دازت جوج ديال الساعات كتضيف الحمص وكتضيف القليل من المعدنوس. غادي تغطي الطنجره وتخليهم يطيبوا ساعه اخرى. بحال هذا اللي فيهم العظم هكا شتي، باش ما يصير هو دابا في الصيله طاب، ودابا ملي تحيد منهم العظم شوفي ملي كيتحيد فيهم هاد العظم دابا صافي شتي، كيتفرقوا مع هاد العظم صافي راه طاب. نلوحو دابا الزبيب. واخر حاجه كتضيفها هو الزبيب. هنايا كدير رشه ديال المعدنوس وكتضيف الزبيب، كتسنى عليه تقريبا ربع ساعه او 20 دقيقه بما كتختار عندكم هذه المرقه هذه، وكتقدموا الطبق ديالكم بالصحه والراحه. وصلنا لاخر الفيديو. بالنسبه للفيديو ديال اليوم قصير، ما كيتعداش 4 ديال الدقائق، ولكن الوصفه كتاخذ وقت بزاف في الطياب. كاين اللي كيديرها طيب فوق الفاخر، وطبعا كتجي احسن الا طاب الكرعين فوق الفاخر. نتمنى تعجبكم اقتراحي اليوم او فيديو اليوم، والى فيديو قادم ان شاء الله.